وبناء على طلب احد المشاهدين ارسل رساله، لا ادري كان ما بصيتش على تاريخها يعني، بس هي النهارده هل الان ام لا، بيقول لازم تقول لنا الرساله بتاعت الدكتور صلاح سلطان اللي كتبها بعد الحكم عليه بالمؤبد في قضيه مسجد الفتح. بيقول الدكتور صلاح سلطان العالم الجليل: يا قوم، ان كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بايات الله فعلى الله توكلت، فاجمعوا امركم وشركاءكم ثم لا يكن امركم عليكم غمه ثم اقضوا الي ولا تنظرون. بايه في القران الكريم. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاه والسلام على خير الخلق وحبيب الخلق سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين. وبعد، فيا قره عيني زوجتي حبيبتي، ويا فلذات اكبادي اولادي واحفادي حبيبي، ويا اساتذه الربانيين، ويا اخواني واخواتي السابقين، ويا طلابي وطالباتي المرابطين، اسالكم بالله رب العرش العظيم رب العرش الكريم الا تكترثوا او تبتئسوا بتأييد الحكم بالأشغال المشاقة المؤبدة الذي صدر مخالفا لأبسط قواعد العدل وأيده النقد، في تأكيد أنهم أجمعوا أمرهم وشركاءهم وقضوا بالباطل. والحمد لله كان بجواري صوت الشيخ المنشاوي يقرأ في سورة يونس، فما أن علمت بطغيانهم حتى كانت هذه أول آية من قصة سيدنا نوح، وأمام ذلك أعلن ما يلي: سجدت سجدة شكر طويلة لربي سبحانه الذي أحبه وأستشعر برد حبه أو برد حبه ورحمته وواسع فضله ومنته أن قدر لي هذا الخير. فنحن بهذا الحب نوقن أن كل ما يقدره هو الخير المطلق، والسبب جد واضح في قوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا. فنحن نعيش في بوتقة الرضا عن الله في كل قضائه وقدره، هو مولانا وهو يختار لنا الخير لأننا نحبه ويحبنا ونرجو حبه ومعيته وجنته. سنخرج بإذن الله سنخرج بإذن الله إلى الحرية قريبا بعز عزيز لنا وذل ذليل لهم، وسنكون بإذن الله تعالى سندا للمظلومين في مشارق الأرض ومغاربها، في فلسطين وسوريا والسودان واليمن وبورما والصين وفي كل بقعة من بقاع الأرض. فيقيننا أن الله رؤوف بنا، وما كان الله ليضيع إيمانكم. ثلاثة: أعاهد ربي الواحد الأحد على الثبات على الحق وإن قتلت أو سجنت، وأن أضاعف فراري إليه بجناحي التعلم والتعبد ابتغاء وجهه ورضوانه، وأن ألقي نفسي على باب العزة سبحانه على باب رب العزة سبحانه، عسى أن يجمع لي رب الودود القريب المجيب مداد العلماء ودماء الشهداء على أبواب الأقصى محررا. ومن شاء أن يدخل معي في هذا العهد والميثاق فهذه يد عثمان من خلف القضبان تمتد لكل من نذر نفسه لله، فليقرأ هذا العهد من قلبه ووجدانه قبل فمه ولسانه. العهد بالعلم والعمل والدعوة والحوار بالبذل والتضحية حتى يحكم الله بيننا. وأقسم بالله غير حانث أننا بالله العلي الكبير القوي المتين أعز وأقوى وأغنى وأعلى من قوى الشر والعدوان والظلم والطغيان. رابعا: أعتذر إلى الله تعالى من كل مسلم ومسلمة لم يوقنوا حق اليقين في قانون الله وسنة الرحمن، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وإذا كان هؤلاء أثبتوا للعالم أجمع أن ليس لهم حدود في الإجرام والفساد، فقد بقي أن تستوفى صفات المؤمنين فينا. فأوصي نفسي وإياكم في مجاهدة النفس لاستجماع صفات المؤمنين وصبغة الله في العابدين،
حتى يفعل الله نصره. ويجمع هذه الصفات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. خامسا: أستحلفكم بالله الذي تحاببنا وتآلفنا وتعاهدنا فيه ألا يكون أحدنا سهما في فتنة، ولنكن كما قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. عسى أن يحبنا ربنا إذ يرانا سبحانه صفا كأنهم بنيان مرصوص، فبغير وحدتنا سيطول بلاؤنا أو لا قدر الله يستبدل الله بنا، وسنن الله لا ترحم من خرج عنها. ولنكن جميعا يدا واحدة ضد أعداء الوطن الأوطان والشعوب وحريتها وكرامتها. سادسا: ليكن نصب أعيننا وقبلة قلوبنا، فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا، والله يحب الصابرين. وما كان قولهم إلا أن قالوا: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة، والله يحب المحسنين. أما الظالمون فلهم اللعنة ولهم سوء الدار، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من العزيز بالله وحده صلاح الدين سلطان من سجن اللومان في 8 من شوال 1440 هجرية، 11 من يونيو 2019. انتهت رسالة العزيز بالله العالم الجليل صلاح سلطان من لومان بعد أن تم تأييد الحكم عليه بالمؤبد في قضية مسجد الفتح، التي نعرف وتعرف ويعرف الجميع أن القناصة كانوا فوق المسجد وفوق المآذن، وأن الرجل الذي شهد بذلك هو خادم المسجد ومقيم الشعائر فيه، الذي اعترف بأن الجيش يحاصر وقد داس بأقدامه النجسة المسجد كما فعل في رابعة، وحوصر الناس. وكانت هذه قصة طويلة عرضناها هنا في هذا البرنامج. والسؤال البسيط الذي دائما ما يأتيني أنا عندما أسمع هؤلاء في المحاكم أو أقرأ مثل هذه الرسائل: أي إيمان عميق يحملون في قلوبهم، وأي توكل عظيم يحملون في صدورهم، وأي ثقة في الله يحملون في داخل أنفسهم؟ ما هذا اليقين العجيب بالنصر؟ وما هذا الاستسلام الغريب للقدر دون مقاومة؟ لأن قضاء الله أبرم، وما على الإنسان إذا أبرم القضاء إلا أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا الرجل يحفظ القرآن، عالم فقيه، وهو وغيره كثيرون في السجون، لا راجل لحزبي ولا راجل. لكن اسأل نفسك وأنت تعيد سماع هذه الرسالة عن حالك أنت وحالي أنا مقارنة بحال هؤلاء في السجون. ربنا يثبت.